بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى بابا في الشروط في النكاح، والحديث في معنى هذا الباب كالحديث في المعنى في معنى باب الشروط في البيع، إذ هذه الشروط المراد بها الشروط الجعلية، أي التي تشترطها الزوجة على الزوج أو الزوج يشترطها على الزوجة. وقد جاء في السنة ما يدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهذه الشروط الإخلال بها يترتب عليه أثر مهم، فحيث قلنا إن الشرط صحيح، فإذا أخل الزوج بالشرط المشروط عليه أصبح للزوجة الخيار بين أمرين: بين فسخ النكاح من غير عوض تبذله لأجل تفويت الزوج ذلك الشرط، وبين إسقاطها حقها في الشرط. إذن فالإخلال بالشرط لا يفسد العقد، وإنما يثبت لمن اشترط له وهي الزوجة، ويثبت لها الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ، فإذا أمضته سقط حقها وليس لها بعد ذلك الرجوع فيه. وسيتكلم المصنف بعد قليل عن أنواع الشروط في عقد النكاح، ما الذي يصح منه وما الذي لا يصح. وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. نعم، قول المصنف وهي أي الشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. فإذا كانت المرأة هي التي اشترطت على الزوج شروطا، فإذا أخل الزوج بهذه الشروط ولم يفي بها فإن للزوج أن يفسخ النكاح، فإن للزوجة أن تفسخ النكاح أو أن تسقط حقها فتكون لها الخيار. وأما الزوج إذا اشترط صفة في الزوجة فبانت بخلافه، وهذه الشروط التي تكون في الزوجة وكانت ليست من الشروط الظاهرة، فإن له أن يرجع في عقد النكاح عليها، إذا فسخ النكاح فيرجع عليها بالمهر. والمصنف إنما ذكر من الأمثلة الشروط التي تشترطها الزوجة، ولم يورد شيئا من الشروط التي يشترطها الزوج، وإنما يذكرها الفقهاء. وهي قسمان. نعم، قال المصنف وهي قسمان، أي على سبيل الجملة، لأن بعض الأقسام تنقسم إلى أنواع تحتها. صحيح قال: الشرط الصحيح وهو الذي فيه غرض صحيح لأحد الزوجين، فحيث كان للزوجة مثلا غرض صحيح من الشرط فإنه يصح، وحيث لم يكن لها غرض فإن الشرط لا يصح. وسأضرب مثالا لما اختلف العلماء في تنزيل هذا المناط عليه وتخريجه عليه، بعدما نذكر الأمثلة التي أوردها المصنف. كاشتراط أن لا يتزوج عليها، يعني لو أن امرأة اشترطت على زوجها عند النكاح أن لا يتزوج عليها، فنقول إن هذا الشرط صحيح لأن لها غرضا صحيحا. ووجه الغرض أن هذه المرأة إذا شرطت على زوجها عدم الزواج فإنها تدفع عن نفسها ما يحدث فيها من غبن بزواجه عليها، فإن كثيرا من النساء لا يرغبن بالضرائر، وقد غارت النساء فقد غارت أمكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها، فيكون لها غرضا صحيحا بذلك وبناء عليه. فإذا تزوج عليها زوجها فنقول إنه إذا علمت صار لها الخيار، فلها الحق أن تفسخ النكاح مجانا، أي بلا عوض تبذله، وبين أن تسقط حقها فلا يكون لها حينئذ حق الخيار لأنها أسقطت حقها. هناك شرط آخر أورده العلماء، وهو: هل يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها أم لا؟ بمعنى أن امرأة تزوجها زوجها وعند العقد اشترطت على هذا الزوج الذي تزوجها أن يطلق الزوجة الأولى، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟ نقول: هل لها غرض صحيح من هذا الشرط؟ فإن قلنا إن لها غرضا صحيحا صححناه كما هي طريقة المتأخرين، وإن قلنا إن هذا الغرض الصحيح ملغي بالشرع
حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فحينئذ نقول إن هذا الشرط باطل والعقد صحيح. إذن المقصود أريدك أن تعلم هنا أنه لا بد أن يكون هذا الشرط الذي اشترطته المرأة يكون لها فيها غرض صحيح، وأن يكون غير مخالف للشرع، وإن كان المشهور في المثال ذكرته لك قبل قليل صحة العقد، صحة الشرط. نعم. أو لا يتسرى، أي لا يتسرى، أي لا يتخذ عليها سرية. والمراد بالسرية هي الأمة التي يملكها ثم يبني بها. ولا يخرجها من دارها، قال أو لا يخرجها من دارها. لو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها، وسيمر معنا بعد قليل أنه يجب على المرأة الاحتباس في بيت زوجها، فلو أنها امتنعت من الانتقال لبيت زوجها لأنها اشترطت على زوجها أن تبقى في بيتها، فنقول صح ذلك، فإن ألزمها صار لها الخيار. أو بلدها، قال أو بلدها بألا يسافر بها، فحينئذ لا يلزمها الطاعة ولها حق فسخ النكاح. أو زيادة مهر، قال أو اشترطت زيادة مهر سواء لها أو سمت أحدا بعينه كأمها تعطى مالا، أو نفقة بأن قالت أريد أكثر من نفقة مثلي، فاتفقت مع زوجها على نوع معين من النفقة أو قدر معين، فإن ذلك جائز ويكون لازما عليه، فإن أخل به ولو كان معسرا فإن لها حق الفسخ حينئذ. أو نفقة ونحو ذلك، قال ونحو ذلك من الشروط وهي كثيرة، مثل أن يجعل لها سكنا بهيئة معينة، ومثل غير ذلك من الأمور التي يشترطها النساء على الرجال. وهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. بمعنى أن هذه الشروط ما دامت صحيحة شرعا فإنها تكون لازمة، ومعنى قولنا إنها لازمة كما قلت لك أنه لا يفسد العقد بفواتها، وإنما يثبت الخيار لمن اشترطت له بين الفسخ والإمضاء. عندي هنا مسألة مهمة، وهو أن هذا الشرط في النكاح له ثلاثة أحوال: إما أن يشترط في أثناء العقد عند إنشاء العقد، وإما أن يشترط قبله، وإما أن يشترط بعده. الشرط الذي يشترط في أثناء العقد قال أهل العلم بأن يشترط في مجلس التعاقد، فإذا أوجب الولي وقبل الزوج واشترط الولي عليه شروطا في مجلس العقد فإنها حينئذ تكون لازمة إن كانت صحيحة، لأنه في العقد. النوع الثاني إذا كان الاشتراط سابقا العقد، ففقهاؤنا يقولون إن السابق يأخذ حكم المقارن بشرط ألا يوجد ما ينفيه، مثل أن يمتنع ويصرح الزوج بعدم قبوله ونحو ذلك من الأمور. إذن فالسابق يأخذ حكم المقارن ما لم يأتي ما يدل على نفيه. النوع الثالث، وانتبهوا للثالث، هو الذي فيه بعض النزاع والدقة، الشرط اللاحق، بمعنى أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد فترة اشترطت عليه شروطا. صورة ذلك قد يكون رجل اختصم مع امرأته في خصومة، فقالت أشترط عليك بيتا ونفقة معينة وكسوة معينة ونحو ذلك من الأمور. هذه شروط ليست موافقة للعقد ولا سابقة، وإنما تكون لاحقة، فهل تكون لازمة أم لا؟ المشهور عند المتأخرين ليست بلازمة، وإنما تكون وعدا، فلو أخل به الزوج لا خيار لها. والرواية الثانية وهي التي سيومئ لها المصنف بعد قليل، سنذكرها إن شاء الله إيماء في موضع آخر، واختارها الشيخ تقي الدين، أن الشرط اللاحق إذا كان بتراض فإنه يكون كالموافق. إذن انتبه للشروط، فإن لها ثلاثة مواضع: أن يكون موافقا العقد فباتفاق يكون مقبولا، أن يكون سابقا فالمعتمد أنه يكون مقبولا، أن يكون لاحقا فلا يكون لازما ومقبولا إلا متى على الرواية الثانية والتي مشي عليها المصنف وهي الأقرب دليلا. فحينئذ إذا رضي على نفسه شرطا معينا فأخل به ثبت للمرأة الخيار. نعم. ومنها شروط فاسدة. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الشروط الفاسدة، ونقول في الشروط الفاسدة هنا كما قلنا في الشروط الفاسدة في البيع، فإن الشروط الفاسدة في النكاح نوعان: شروط فاسدة وحدها
لا تبطل العقد، وشروط باطلة وتبطل العقد. والمصنف إنما مثل للنوع الثاني ولم يمثل للنوع الأول، لذا فإن من المناسب أن أذكر النوع الأول وأمثلة له ثم نرجع للنوع الثاني الذي ذكره المصنف. هناك شروط في العقد، أي في عقد النكاح، تكون فاسدة وحدها ولا تفسد العقد. ضابطه قالوا أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد لا لحقيقته، فلم ينقل العقد من صفة إلى صفة. عقد النكاح كما سيأتينا إن شاء الله في باب العشرة من مقتضياته النفقة بأن ينفق الزوج على زوجته، من مقتضياته القسم بأن يقسم الزوج لزوجه، من مقتضياته الولد بأن يكون بينهما ولد، من مقتضياته الاحتباس والتمكين من الزوجة، وغيرها من الأمور التي سنشير لها. لو أن رجلا تزوج امرأة واتفقا واشترطا قبل العقد أو أثناءه على ألا نفقة لها أو لا قسم لها أو لا ولد بينهما، فهل نقول إن هذا العقد الشرط صحيح؟ نقول لا، هذا الشرط فاسد، بمعنى أنه يفسد وحده فلا يكون لازما، والعقد يكون صحيحا. وإنما يكون إسقاط النفقة والقسم والمبيت إنما يكون بالتراضي بينهما، فلها الحق أن ترجع إن كان الحق لها، وله الحق إن كان الحق المسقط له أن يرجع فيه وقت ما شاء لأنه متجدد. مثل زواج بعض الناس يتزوج امرأة ويشترط أن لا قسم لها، ليست لها ليلة، فنقول إن هذا الشرط ليس بلازم، فلها بعد الزواج بأسبوع تقول أريد قسما أو أريد نفقة، إذ الشرط ليس بلازم، فقد فسد لكونه مخالفا ماذا؟ مقتضى، أي نتيجة العقد التي تكون مقتضية له بعد. النوع الثاني من الشروط هي التي أوردها الشيخ، وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد، بمعنى أنه تنقل العقد من صفة إلى صفة محرمة، أو أن الشارع نهى عنها لذاته. بدأ بها المصنف مثالا مثالا، نبدأ بالأول، كنكاح المتعة. قال كنكاح المتعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعدما كانت حلالا. ومن العجيب أن أبا الفتح المقدسي الشافعي من فقهاء الشافعية المشهورين طبع له كتاب في تتبع طرق حديث تحريم المتعة، ورواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق 12 راويا عنه، 12 رجلا روى عن علي رضي الله عنه تحريم المتعة رافعا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتعة عقد منهي عنه، والعلة فيه قالوا لأن النكاح فيه ليس نكاح رغبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما إنما النكاح نكاح الرغبة، فالذي يتزوج متعة وما في معنى المتعة فإنه إذا تزوج إنما ليس قصده السكن ومقتضى العقد، وإنما قصده قضاء الوطر، ولذا حرم نكاح المتعة وما ألحق به من عقود شبهها به العلماء في محله لو ضيق المحل أو الوقت اللي تكلمت عنها. نعم. والتحليل، قال والتحليل وهو أن يتزوج الرجل امرأة لا رغبة في النكاح وإنما ليحللها لزوجها الأول الذي طلقها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسمى المحلل تيسا مستعارا، وهذا التشبيه يقتضي عظم الجرم الذي فعله وأن ما فعله من كبائر الذنوب. وبناء على ذلك فإن الرجل إذا تزوج امرأة متعة أو تحليلا فالنكاح باطل، وحيث علم بطلانه فإنه يقام عليه حد الزنا ولا يثبت به مهر ولا ولد، فلو أنجب ولدا فإن الولد يكون ولد زنا لا ينسب لأبيه. نعم. والشغار، قال والشغار، الشغار اختلف في علته، وهو أن يزوج الرجل موليته لمن يزوجه موليته ولا مهر بينهما. المشهور عند المتأخرين أن العلة في الشغار هو التشريك، بمعنى أن يجعل البضع مهرا أو جزءا من المهر، ولأن البضع ليس بمقوم فحينئذ لا يصح جعله كذلك. وأما عند الشيخ تقي الدين وهو الذي يميل له المصنف أن الشغار إنما سمي شغارا لنفي المهر، ولأن الشغار إنما سمي تشبيها له بالكلب، إذ الكلب إذا رفع رجله ليبول سمي كلبا شاغرا، أي قد شغر الكلب، فلما خلى من الموضع لما خلت رجله من الموضع سمي شغارا.
وبناء على ذلك فإن كل على الرواية الثانية فإن كل عقد نفي، شوف جملتي، كل عقد نفي فيه المهر فإنه حينئذ يكون نكاحا باطلا، هذا على الرواية الثانية. وأما على المشهور فإنه إذا نفي فيه المهر فإنه يكون نكاح تفويض، وسيأتي سيتكلم عنه المصنف فيما بعد في كتاب الصدق. وانتبه لهذه الجزء وانتبه لهذه الجزئية فإنها دقيقة. إذن باختصار لضيق الوقت، الشغار قيل علته التشريك على المشهور، بمعنى أن يجعل البضع مهرا، بضع الأولى مهرا للثانية أو جزءا من المهر، بأن يقول زوجتكها على أن تزوجني مع كذا. وأرى الرواية الثانية أن العلة ليس التشريك وإنما العلة خلوه من المهر، ومن ثمر في ذلك عندما يتفقان على النفي وسيأتي إن شاء الله. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها. نعم، قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، أي حرم المتعة بعد ذلك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها مرتين وحرمها مرتين، فتكون قد رخص فيها ثم حرمت ثم رخص ثم حرم. والمحققون من علماء الحديث يقولون لا، إنما نسخت مرة واحدة، والأصح أنه في يوم خيبر. ولعن المحلل والمحلل له. نعم، هذا ثبت عند أهل السنن، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. والعبرة في كون الفعل تحليلا نية الزوج، وأما الزوجة فلا عبرة بنيتها، وأما الزوج الأول فلا عبرة بنيته ولا وليها، فلا يسمى النكاح تحليلا فيكون باطلا إلا إذا كان الزوج الثاني الذي حلل لم ينوي بالنكاح إلا تحليلها لزوجها الأول. وبناء عليه فلو تواطأت المرأة مع وليها مع الشهود مع زوجها الأول على أنهم إذا أنهم يجعلون هذا الزواج تحليلا، والزوج الذي دخل لم ينوي التحليل وإنما نوى نكاح الرغبة، فإن النكاح يكون صحيحا. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل. وأما المحلل له فلا، فيدخل في اللعن إذا كان متواطئا مع المحلل، فإن تواطأ مع المحلل صار منه فعل بالتواطؤ، وأما مجرد النية فإنه لا أثر له. ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. نعم، قوله على أن يزوجه الآخر موليته، هذا الذي أخذ منه الفقهاء علة التشريك، ومن أخذ بالعلة الثانية أخذ بآخر الحديث، حديث نافع عن ابن عمر ولا مهر بينهما. إذن فالاختلاف في العلة مبني على الاختلاف في تفسير الحديث، أهو من قول نافع أو من قول غيره، وكلها أحاديث صحيحة ولا شك في ذلك، فيجب العمل بها. وقلنا ذلك لأن بعضا من أهل العلم لم يعمل ببعض الأحاديث، فإنه نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز نكاح التحليل. قال الشيخ تقي الدين: ولقد نظرت في كتب أبي حنيفة وصاحبيه فلم أجد أنهم قد ذكروا هذا الحديث، لا إسنادا ولا لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، بل ولم يذكروه في مقام رد الحجاج، فدل على أنهم لم يقفوا عليه. إذن فالظن بالأئمة أو الأئمة يصح فيها الهمز والتسهيل، فالظن بالأئمة هؤلاء أنهم عندما قالوا بجواز التحليل بسبب عدم وصول الحديث إليهم. وبناء عليه فإن مما لا شك فيه ولا ريب أن الحديث لو بلغ أبا حنيفة أو أبا يوسف أو محمد بن الحسن لعملوا به جزما. والعجب أن بعض من الناس يفعل التحليل مع علمه بالحديث ولعن النبي صلى الله عليه وسلم، زعما منه أن فلانا من الناس قال به، فويل لذلك الرجل، فويل له، لأنه علم الحديث ووصله. وأما الآخر الذي قلدته فإنه كان جاهلا بالحديث، هو مأجور أجر اجتهاد، وأنت مأزور وزر تقليد عن علم، فأنت مقلد له عالم بضده، فحينئذ أنت آثم ويصبح في حقك الفعل محرم. باب العيوب في النكاح. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن باب العيوب النكاح، مناسبة ذكرها بعد الشروط نكتة، وهو أن الشروط إذا اختلت فإن من اشترط، فإن المرأة إذا شرط لها الشرط فإن لها حق الخيار، ومثله العيوب، فإن العيوب إذا وجدت في واحد من الزوجين فإن للزوج
الآخر حق الفسخ، فإن كان العيب في الزوج فسخت الزوجة بلا عوض تبذله، وإن كان العيب في الزوجة فسخ الزوج وترد هي أو من غره العوض من غير حكم حاكم. طبعا هناك العيوب كثيرة جدا، ولكن العيوب ليس كل عيب يدعيه الرجل يبيح فسخ النكاح، إذ العيوب محصورة، وهي العيوب الكبيرة التي تمنع تمام الاستمتاع. وقد عد العلماء نوعا من العيوب، بعضها خاص بالرجال وبعضها خاص بالنساء وبعضها مشترك بين الرجال والنساء. فمن العيوب المشتركة بين الرجال والنساء أن يوجد في واحد من الزوجين جنون، فإن الجنون عيب مشترك، أو أن يوجد في واحد منهما جذام، وهو المرض الذي يكون في الجلد فيكون مستقبحا، فلا يكتشف زوجه الآخر ذلك إلا بعد العقد، فحينئذ نقول إن وجود العيب قبل العقد ولا يعلم به إلا بعد العقد يكون مبيحا للفسخ. وأما إذا طرأ العيب بعد العقد فلا يعد ذلك عيبا ولا يفسخ به، عندما نقول ليس عيبا بمعنى العيب المقصود بهذا الباب. نعم. وإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. نعم، يقول الشيخ إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا، العيوب ثلاثة على سبيل الجملة، عيوب مشتركة بين الزوجين هي التي ذكرها المصنف، وعيوب خاصة بالزوج كالجب والعنة، وعيوب خاصة بالزوجة أو المرأة مذكورة في محلها. فهذه العيوب قد تكون، وعندما نقول مشتركة بين الزوجين أي قد تكون في الرجل وقد تكون في المرأة، هذه العيوب متى يفسخ بها؟ إذا كانت موجودة قبل العقد ولم يعلم بها الزوج الثاني إلا بعد العقد، وبناء عليه فلو كانت موجودة قبل العقد وعلم بها قبل العقد وأمضاه فلا خيار، وإن طرأت بعد العقد فلا خيار، وإن كان عالما بها قبل العقد، وإن كانت موجودة قبل العقد وعلم بها بعده ورضي فإن رضاه مسقط لحقه، لأن خيار الفسخ وحق الفسخ وإن كان على التراخي إلا أنه يسقط بالرضا الصريح أو ما في معنى. وقد ذكروا أن في ما في معنى الرضا الصريح الوطء من الزوج والتمكين من الزوجة، فإذا وجد شيء من هذين الأمرين فهو إسقاط لحقه في الخيار. يقول الشيخ وإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل النكاح كالجنون إلى آخره. قوله كالجنون هذا من باب التشبيه، وسبب إتيان المصنف بالتشبيه لواحد من احتمالين، فإما شينا على المشهور فإنه مثل للعيوب المشتركة وسكت عن العيوب التي تخص واحدة من الزوجين، وإما شينا على الرواية الثانية في تفسير معنى كلام الشيخ وهو الذي يميل له، فمعناه أن العيوب ليست محصورة بتسعة أو بسبعة، وإنما هي مختلفة، فكل ما منع كمال الاستمتاع بين الزوجين فإنه يكون عيبا، والمسألة خلافية وخلافها مشهور. قال كالجنون، والجنون يشمل الجنون المتقطع والجنون المتصل، فكلاهما جنون. وهنا مسألة لم أجد أحدا تكلم عنها من أصحابنا إلا الشيخ تقي الدين، وهو مسألة الصرع، هل الصرع يلحق بالجنون أم لا؟ الإغماء عندهم ليس عيبا لأن الإغماء قد يفيق منه، وأما الصرع فهل يلحق بالجنون أم يلحق بالإغماء؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن المسألة محتملة، طبعا ذكرها في غير مظنتها، فقد ذكرها في كتاب الصوم، ذكر أن القضية محتملة تحتمل، وكأنه مال إلى أن الصرع قد يلحق بالجنون، فحينئذ قد يكون عيبا يفسخ به. قال والجذام، وهو مرض يصيب الجلد يستقبح، فالشخص إذا أصيب بالجذام استقبح ذلك منه، ولأنه قد يكون سببا لانتقال العدوى. قال والبرص، قوله والبرص، البرص البياض المعروف وهو البهاق، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فرأى في كشحها بياضا فقال الحقي بأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم لكرمه وطيب خلقه وتمامه لم يفسخ النكاح، وإنما طلقها وجعل المهر كله لها ولم يأخذ منه شيئا، لكن غيره، أعني غير النبي صلى الله عليه وسلم،
له أن يفسخ النكاح بمجرد وجود البرص، كما أن المرأة إذا رأت في جسد زوجها برصا لها أن تفسخ النكاح، لأن بعضا من النفوس تعيب هذا اللون، بعض النفوس، وبعضها تقبل، والنفوس تختلف. وقد نقل عن المأمون أنه كان يمتنع من الأكل من رجل مع رجل يصاب بالبرص، فالنفوس تختلف. ولما كان الأمر كذلك فقد جعل الشرع ذلك عيبا يباح به فسخ النكاح. قوله ونحوها كما ذكرت لكم قبل قليل، فعل المشهور فيكون الضمير إلى نحوها، أي ونحوها من العيوب التي تكون خاصة بالزوج أو الزوجة، أو خاصة بالزوجة، أو على الرواية الثانية نحوها يكون أي ونحوها من العقود، من العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع. قال فله فسخ النكاح، فالزوجة تفسخه مجانا ويكون المهر لها إن كان بعد الدخول، وأما الزوج فإنه يفسخ النكاح ولا يعد طلاقا، ويرجع بالمهر على من غره، إما الزوجة أو الولي أو الخاطب أو غيرهم. وإذا وجدته عنينا، نعم وجدته عنينا، المراد بالعنين هو الذي لا يستطيع الوطء، والعنة العبرة بالعنة السابقة لعقد النكاح للطارئة بعده، وهذه من العيوب الخاصة بالرجل. أجل إلى سنة، قال أجل إلى سنة، أي سنة قمرية كاملة، فإن مضت وهو على حاله أي مضت السنة كاملة وهو لم يطأ فيها فلها، أي في الزوجة الفسخ، ويكون كامل المهر لها، لأن الدخول قد تحقق، إذ الدخول إنما يكون بإرخاء الستر والإغلاق، كما قضى الخلفاء الأربعة أنه إذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد وجب المهر وثبتت العدة، وبه أخذ الأئمة الأربعة. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. نعم، هذه المسألة يعدها علماؤنا في باب الكفاءة. العلماء يقولون إن الكفاءة بين الزوجين شرط لزوم وليست شرط صحة، أشرت له قبل صلاة المغرب، وهذا الشرط للولي أو للأولياء قبل العقد، فإن طرأ انتفاء الكفاءة بعده فيكون حقا للزوجة وحدها. وبناء عليه فلو أن أمة تزوجت عبدا بمعنى أنهما مملوكان، ثم عتقت الأمة وحدها، فأصبح لها الحق أن تفسخ النكاح أو أن تبقيه، كما جاء في قصة بريرة. فإن بريرة رضي الله عنها كانت لما كانت مملوكة قد تزوجت مغيثا فعتقت قبله، وكان مغيث يحبها فكان يتتبعها في الأزقة، فأرادت فسخ نكاحها، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم في بقائها معه، فقالت أتأمرني أم تشفع؟ قال بل أنا شافع، فاختارت رضي الله عنها فسخ نكاحها. فهذا يدلنا على أن الأمة إذا اعتقت تحت الحر فإن لها حق الخيار بين الفسخ والإمضاء، وأما الحر إذا عتق فإنه حينئذ ليس له حق الفسخ، وإنما يكون إما الطلاق وإما إمضاء النكاح. نعم. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. نعم، يقول إذا وقع الفسخ بسبب عيب من العيوب فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب في الزوج أو كان العيب في الزوجة، لأن العيب إذا كان في الزوجة فالفرقة من جهتها، والقاعدة عندنا أن كل فرقة قبل الدخول إذا كانت من جهة الزوجة فلا مهر، وكل فرقة تكون من جهة الزوج قبل الدخول فلها النصف. فلما كان العيب في الزوجة فالفرقة حقيقة جاءت من جهتها، وأما إذا كان العيب في الزوج فإن مآل الطلب منها فهي التي اختارت، فكان الاختيار منها، فلذلك لا مهر لها في الحالين. وبعده يستقر، وبعده أي بعد الدخول، والمراد بالدخول هو الخلوة. وبعده يستقر، يستقر أي يستقر المهر كاملا، ويرجع الزوج على من غره. إن كان الفسخ بطلب الزوج لعيب من الزوجة رجع الزوج على من غره، وإن كان الفسخ من جهة الزوجة لعيب في الزوج فإن المهر كله لها ولا يرجع الزوج على أحد لأنه هو الغار. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.